السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. عيد مبارك سعيد، وباش كنتمنى ان شاء الله يا ربي يدخل لكم الصحيحه والسلامه، ونتمنى من الله ان كل شيء يكون معي بخير وعلى خير مع احبابه ومع الاهل ديالو ان شاء الله. بغيت نشارك معكم هذا الفيديو في بعض اللقطات وبعض راكم عارفين اجواء العيد، بغيت نشارك معكم بعض اللقطات من اجواء العيد، وكنت من الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك للفيديو وبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وكنشكركم دائما على الوفاء ديالكم وعلى التعاليق الزوينه اللي كتخليوها ليا. ونبداو دابا على بركه الله في الشقه ديال العيد. ودابا نبداو على بركه الله. بدينا نهارنا بخبيز، نخبزو الخبيز ديال الدار، درتو انا الصباح بكري قبل من صلاه العيد، باش ان شاء الله ملي نصلي والواحد يفطر ونطلعو نذبحو نكونو مهنيين من الخبز. كيف ما كتشوفوا عندي درت الطحين حرش بالنخاله ديالو معاه الفورص تقريبا نص مع النص، ومن بعد درنا معلقه ديال الخميره معجونه مع معلقه ديال سنيده، كنخلطوهم شويه الماء دافي ونخليوهم في الجنب حتى كتخمر حتى كتطلق هذيك الخميره مزيان. وزدنا على الطحين معلقه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، بما اننا دابا هذا خبيز ديال نهار العيد، علاش لا لي ما نزيدوش فيه سكيكره مليحه باش عفوا والزيت باش يجينا محمر ويجينا زوين. ومن بعد نزيدو عليه معلقه كبيره نزده ديال النافع. النافع راكم عارف المنافع ديالو زوين، وكيعجب حتى الوليدات الصغار، وكيجي هذا الخبز ديال نهار العيد متميز، فيه واحد النكهه خاصه، كيجي على شكل قريشلات. ومن بعد كنجمعوا العجينه وكنزيدوا عليها الخميره، كنخلطوها كامله نخلوها ترتاح، ومن بعد غادي ندوزو نقرصوها ونطيبوها. انا حاولت نشارك معكم كل شيء ابتداء من الخبز ديال نهار العيد، ومن بعد هانتوما غادي تشوفوا معايا الخبيز اللي طيبناه. كيف ما قلت لكم كنطيبوه الصباح بكري باش كنكونوا مهنيين منه، خصوصا اللي يدوب وحده. اما اللي كاين معاه العوين راه شي غيعاون في الذبيحه، شي غيقابل الخبز. كنقرصوها بقرصه بالسميده، ومن بعد نخلوهم يخمروا ونطيبوهم في الفران. وهانتوما غادي تشوفوا معايا الخبيز كيف الجاجة كيشهي والمذاق ديالو زوين. الوليدات كيف ما قلت لكم واخا بعد مرات يكونوا هذوك الزرار وداك الشيء ما كيعجبوهمش، ولكن مع الخبز ما كيلقاو عليهم لين كياكلوهم وكيعجبهم داك المذاق ديالهم، كيجي بحال الشكل ديال القراشل هذاك النافع في الخبز. وراكم عارفين حتى المعده راه خصها ضروري شويه ديال هاد شويه النافع، شويه حبه حلاوه، شويه ديال زرعه الكتان، مره نديروهم بحال دابا هكا فشي حويجات اللي ناكلوهم ديما. وهذا هو الخبيز ديالنا. ودابا غندوزو للحولي، ذبحناه وها هو كيتسلخ، وغادي نخويوه من الداخل، نحيدو له ديك الدواره ديالو، هي الشحيمه كتحيد. ومن بعد غادي ندوزو، راكم عارفين شنو كيتبع من ورا الحولي ملي كيتذبح، التشواط ديال الراس والرجيلات وغسيل الدواره. ودابا غادي ندوزو نصايبو الطيبات. خدينا القلب، غنحيدو ليه ديك الشحمه الغلاف ديالو اللي كيكون بعد ما كنحيدوه ليه وكنحلوه وكنغسلوه من الدم اللي كيكون وسطو. كنقطعوه قطع مربعات صغارين، ومن بعد غادي نزيدو عليه الكبده والطيحان. كاين اللي كيقطعو معاه، كاين اللي كيخليه حتى كيعمرو، انا قطعتو معاه ما خليتوش مال، فكنعمرو بعض المرات ولكن ماشي دائما. من بعد دابا غادي ندوزو ناخدو الكبده، شوفو التطراسات فيها الشبكه ولات مزوقه. غنحيدو لنا ديك الشحيمه اللي زايده، ومن بعد غنحيدو منها طريف اللي غنشوه باش نصايبو به بولفاف، وعاد غادي نقطعو شي لاخر نزيدوه على القلب، وغادي نزيدو عليهم شويه الشحمه والبصله والربيع. دابا قطعنا الكبده ونقطعو الطيحان،
نزيد عليهم شوية الشحمة. واحد الفكرة اللي عنده شي طاجين ولا هذا مشقوق، ممكن ياخد طريف ديال الطيحان ويدهنو على هذيك الشقة كيسدها، وعاد من بعد يطيب فيه. راه ما كي راكم عارفين راه صحي حتى هو، راه ماشي شي حاجة اللي عاد تخافوا منها ولا يدهنو بها داك الشق كيتسد. دابا نزيدو عليها الربيع، من بعد نزيدو عليها العطرية اللي كنديرو فيها البزار، شوية الملحة وشوية الكمون، شوية الخرقوم، شوية الكعبة والتحميرة، وهاد الطريف اللي قلت لكم غادي نصايبو به بولفاف كنديروه في الشواية وكنحطوه يتشوى على المجمر. من بعد ما كنتقبوه باش ما يطرطقش لينا، راكم عارفين الكبدة ما كنحطوها على المجمر كتطرطق، من الاحسن نكونو تقبناها شوية باش ما تطرطقش. وملي غادي نشويوها غادي نقطعوها حتى هي، وغادي نلويوها في طريفات ديال الشحمة. كنحاولوا ناخذوا الطريفات ديال الشحمه دوك الرقاقين، ما ناخذوش الشحمه اللي كتكون غليظه، كنقلبوا على الجهه اللي كتكون فيها الشحمه رقيقه باش حتى لا ذوبلناها ولا هذا دغيا كتذوب ما كتبقاش على الكبده. اما الا خدينا طروفه غلاضي اللي كتكون فيهم الشحمه غليظه، واخا كنطيبوها كتذوب كتبقى لينا كميه كبيره ديال الشحمه. احنا ما عندناش الغرض اننا ناكلو الشحمه، خصنا غير نبنو بها. ودابا هانتوما بعد ما عطرنا القطيبات ديالنا زدنا عليهم شويه الملحه، من بعد نخلطوهم كاملين ونعمروهم في القطبان. وهاد الزنان حتى هو ولا بولفاف ولا واحد شنو كيسميه كنلويوه ليه، وكنوجدوهم كاملين وكنمشيو نشويوهم. وبعد ما غادي نوجدهم انا كاملين غادي ندوز نكمل نوريكم الدواره ديالنا بعد ما غسلتها، نوريكم كيفاش تغسلات وقطعتها وخديت حتى المصارن حتى هما. غادي نوريكم واحد الفكره على المصارن اللي بغيتو تصايبوا بهم المركز اولا النقانق ولا واحد شنو كيسميهم. دابا هادو نخليهم في الجنب من حتى يشربوا العطريه ديالهم، غنكمل داكشي اللي عندي وعاد غادي ندوز نشويهم على ما يكون كلشي سالا وجلسوا. وانتم كوزينتي اللي مخصاها العيد دايره فيها الطبيله في الارض كتجي الدليسه واعره في الارض، انتم مازال ما خديت لها حتى شي حاجه غير مخليها غير فحال هاد المناسبات فحال هكا كتكون حسن ما تبقى واحد طالع في الدروج هابط. هذه كتكون في السطح ساهل حداك قضي فيها الشقه كامل وجلستي تما، واحد حتى كيسالي شغلو وكيجلس ندير في واحد الكليسه في الجنب، واحد كيسالي وياكل تما وعاد كيهبط كيهبط. ما كتبقاش الروينه في الدار كامله، كتبقى مجموعه حدا الذبيحه كيفاش ترى. مازال ناقصها شحال من حاجه، ولكن احسن حاجه هي ان الكوزينه تكون حداك حدا الذبيحه. دابا انتم شفتوا المصارن كيف ما قلت لكم، بعد ما تنغسلوهم كنقيوهم ومن بعد كندوزو نقلبوهم. كناخذو قطيب اللي كنشو به اولا شي حاجه اللي كتكون بحال هكا رقيقه بحال القطيب بحال هذا، وكندخلو الراس ديالهم وكنبقاو ندفعو حتى كيتقلبوا بحال هذا الشكل بحال هكا كيف ما كتشوفوا. من بعد ملي كندوزو هذاك المصران كامل كنحيدوه من الراس ديال القطيب حيت كيكون بحال واحل فيه، ومن بعد كنسلتوه وكنبقاو نخرجوا هذاك المصران كيتقلب كامل كيولي مقلوب، وكنحيدوا كاع داك الوسخ اللي كيكون فيه الداخل، حيت ملي كنقلبوه كنكونوا متاكدين على انه تنقى من الداخل ما كيبقاش لينا فيه الوسخ من الداخل. دابا هانتوما انا هذا راني غسلتو وعاودتو، وملي غنقلبوه هانتوما تشوفوا الوسخ اللي غيتحيد من الداخل ديال المصران. من بعد ما كان نغسلوهم ونقيوهم عاد غادي ندوزو نوريكم واحد الطريقه باش تكونوا متاكدين لانهم راهم تنقاو من جميع الميكروبات ولا الاوساخ، وعاد غادي نعمروهم كيبقى التعمار ديالهم ان شاء الله تبان نشارك معكم باش غادي نعمرهم، وكيبقى على حساب كل واحد باش ما بغى يعمرهم التعمار ديالهم كيبقى اختياري. راكم عارفين دوك البقايا ديال اللحم، خذوا طريفه ديال اللحم، طريفه شويه من الريه شويه من شحيمه شويه من كبده، لا بقى لكم هكا خذوا شويه شويه اولا غير اللحم لا بغيتو كفته كتبقى لكم باش ما بغيتو تعمروهم عمروهم. المهم انكم كتكونوا معمرينهم على يدكم وعارفين شنو دايرين فيهم، والعطريه
حتى هي كنزيدو عليهم. ها نتوما شفتو ملي قلبتهم، ها نتوما شفتو داك الماء كيفاش كيخرج من وسطهم. دابا بعد ما عاودت غسلتهم شللتهم، غادي ندوز غناخد ندير عليهم الخل، واحد الكميه ديال الخل تقريبا واحد 4 المعالق ولا هذا ديال الخل، حتى كيبان لينا راه باين فيهم الخل. ومن بعد كنزيدوهم واحد شويه ديال الملحه وكنخليهم يرقدوا واحد ربع ساعه ثلث ساعه، عاد من بعد كنغسلوهم. اللي كيرقدوا كيولوا بيضين وكيتنقاو، راك معرف ان الخل حتى هو كيعقم والملحه، كنغسلوهم ومن بعد ندوزو عاد غنعمروهم. دابا هذا الشيء نقيتهم، وحتى لغد ليه ان شاء الله عاد غدا نعمرهم. بعد ما خليتهم ديك ربع ساعه غسلتهم خليتهم يتسقطروا، عاد نجمعهم في الثلاجه. ودابا غادي ندوزو نشويو الخطيبات ديالنا اللي عليهم دايره هاد الحفله كامله. نشويوهم ونقدموهم بالصحه والراحه مع شويه الشليضه وكويس ديال اتاي ولا موناضه، كيبقى على حساب كل واحد شنو بغى. باش ما بغى يرافقهم ضروري نديرو معاهم شليضه باش كنستافدو شويه من الخضار، وهذا ما كيبقاوش غير القطيبات بوحدهم. كنزيدو عليهم شويه الملحه شويه الكمون بعد ما كنخرجوهم، خصوصا البولفاف حيت ما كيكونش فيه لا ملحه لا كمون، اما القطيبات الاخرين كيكونوا مشر مليم. وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وبصحه والراحه. ودابا ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا اليوم الثاني من الثاني ديال العيد، غنشارك معكم الكتف مفور بمشرمل. كناخذوا الشرموله ديالو كنديروا فيها البزار الملحه الكمون شويه الخرقوم شويه سكينجبير شويه القزبر حبوب، كنخلطوهم بواحد شويه الماء وكنخلطوا بهم هذاك اللحم كامل باش كيجينا مشرمل، كيجي زوين المذاق ديالو، كيجي داك اللحم شارب العطريه حسن من اننا كنديروه بوحدو وعاد كنزيدو عليه من بعد الملح والكمون. من بعد نزيدو عليه بصيله كنقطعوها وكنغطيوه ونديروه يفور. وغادي ندوزو من بعد ما غنحطوه يفور غادي ندوزو نديرو خطيره غنرافقو بها هاد الطبق ديالنا، باش ما يبقاش لينا غير اللحم بوحدو، خصنا ضروري يكون عندنا طبق متوازن فيه شويه الخضره شويه البروتين. كناخذوا الخضره تبقى على حساب الاختيار ديال كل واحد باش ما بغى باش شنو بغى يدير في الخضره. انا خديت شويه خيزو واللوبيا خضراء، غادي نقي خيزو غنقطعو غنحيد لي هذاك القلب ديالو غنديرو قطع شويه غليظه ماشي رقيقه بزاف. ومن بعد غادي نقي حتى ديك اللوبيا حتى هي نخليها شويه طويله، وغادي نديرهم يتسلقوا. ومن بعد ملي غادي يتسلقوا وغادي نوريكم كيفاش غادي نشرملهم باش نرافق بهم اللحم. كيف ما قلت لكم الخضره كتبقى اختياريه على حساب كل واحد شنو بغى، بغيتو ديروا حتى بطاطا مشرمله ديروا القرعه ديروا اللي بغيتو، مهم انكم ديروا حتى شويه الخضره زيدوها. شتو كي كنقطعو قطع شويه طويله ماشي رقيقه بزاف. من بعد ما درناه في الماء غادي نردو يتسلق، غنقطع حتى اللوبيا وغنغسلها حتى هي ونقطعها ونديرها حتى هي في الماء تسلق. كنتمنى من الله نكون شاركت معكم شي شويه ديال اجواء العيد عندنا، وكنتمنى انكم تكونوا عيدتوا بصحيحه وبسلامه. وخا هاد العيد راه جا بصراحه في واحد الظروف اللي ما كنتمناوهاش تعاد علينا مره اخرى، وخصوصا ان بزاف ديال الناس اللي معيدين بعادين على عائلاتهم، كاين اللي بقاو في مدن وحده اخرى، كاين اللي بقاو في الطبيب، كاين كل واحد وشنو فين كاين. دابا بعد ما سالينا ديك الخضره ديالنا نقيناها قطعناها درناها تسلق، بعد ما غادي تسلق كنصفيوها من الماء، ومن بعد غادي ناخذو نحطوها في مقله وغادي نزيدو عليها واحد شويه الزيت والملحه والبزار، وغادي نردوها تشحر على البوطه حتى كتشحر مزيان، ومن بعد غادي نحيدوها.
كندير هذيك الملحه والبزار وزبيده باش كتجي لها شويه من السماء ما كتبقاش داير. من بعد ملي كنحيدوها في نفس المقله في نفس داك شويه الزيت اللي كيبقى كنزيدوا عليه خيزو وغادي نزيدوا عليه شويه الخل، من الاحسن يكون ديال الحامض، ونزيدوا عليه مليحه وشويه الهريسه وغادي نردوه للبوطه حتى هو كيتشحر. من بعد ملي غنشحروا الخضيره ديالنا كامله غادي ندوزو نرافقوا بها الدجاج بعد ما اللحم عفوا الكتف ديالنا بعد ما تفور. هانتوما شوفوا الشكل ديالو كيفاش تيجي، كيجي مشرمل بحال اللي راه كيجي بحال اللي راه طايب في الفران، ولا في هذا كيجي عنده واحد المذاق زوين. وهانتوما دابا بعد ما درناه حطيناه كامل غنحطوا هذيك البصيله في الجناب وغادي نزيدوا الخضيره. حتى البصله راه زوينه كل ما كثرتو منها حتى هي مع اللحم كتجي زوينه وكتعطينا حتى هي ديك الفوائد ديالها. دابا راه موجوده البصله وكنرافقوا هاد الطبق ديالنا بشليضه، كيبقى لكم الاختيار في اي نوع ديال شليضه بغيتو. درت شليضه ديال مطيشه والخس والخيار، البساطه 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 مع عواطف. دائما عندي داكشي بسيط وسهل وماشي شي حاجه اللي كثيره، وكنتمنى من الله الاطباق ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم. دابا بعد ما حطينا ديك البصيله في الجناب غنزيدوا عليها اللوبيا اللي صايبتها معاكم، ونزيدوا عليها خيزو. كيبقى بغيتو تحطوها في اطباق بوحدهم حطوهم، بغيتو تحطوهم هكا مع اللحم تحطوهم، تبقى التقديم على حساب كل واحد وباش ما بغى يزينو يقدمو كتبقى لكم الاختيار. كنتمنى من الله هذا الفيديو ديالي الى عجبكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وكنتمنى انكم توصلوا لاكبر عدد ديال اللايك. كنزيدو خيزو حتى هو في الجناب، وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الطبق. وان شاء الله ملي غنصايب المركز اولا نقانيق غنوريكم الطريقه باش عمرتهم وكيفاش صايبتهم. كنتمنى من الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونكون شاركت معكم شي حاجه ولو بسيطه. وكنقدموه مع شويه الديسير مع المونضه ولا اللي بغيتو عصير. وهذا هو الغداء ديالنا، سهل وبسيط. ومرة أخرى كنقول لكم عيد مبارك سعيد، وكنتمنى الله أنكم تكونوا عيدتوا بصحيحة وبالسلامة وعواشركم مبروكة. وإلى فيديو قادم بإذن الله، صراحة ما سخيتش بكم، وإلى الملتقى بإذن الله.